انا ما جيت من المدرسه، جيت مع وصلت انا مع 7 لاروب، جيت هنايا جا واللي قال لي هو حسن صاحب بابا اللي كنعتبرو بحال با. جيت هنايا معايا يلا مع الدراري ما موالفين شي يلعبوا، يلا جا في صاحب بابا في داسيا، جا يقول لي راه قال لي راه مات زعما باك. قلت لي زعما علاش كيفاش؟ ولا حتى جيت للدار باقي ما ديك الساعه ما قالوا لي والو. دازت الليله كنت نعاونهم كذا كذا، جيت حتى اليوم في الصباحات قالوا لي زعما شنو وقع علاش مات وكيفاش. ديك الساعه عاد انا زعما بقيت البارح زعما دابا البارح كنت نبكي 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 زعما دابا واخا تنأثر من كنقول لكم تنقدش. ودابا ملي مشيت للقنا ملي مشينا للمقبره ديال المقبره اللي حدا اللي هدا مولاي عبد الله، مشينا زعما مشيت ليها، مشيت قلت لهم صح صحاب بابا في الخدمه قالوا لي زعما طب لا خاصك شي حاجه وكذا. قلت لهم لا، قلت لهم صافي، قلت لهم زعما ما خاصني والو وكذا، قلت لهم ما خاصني والو. ويقولوا لي صافي الا كنت خاصك. ودويت مع الوالي ودويت مع كل شيء. المهم ملي كنا جايين مع ملي كنت جاي مع مع مني دابا مني دخلنا للكنازة، جيت هنايا جيت نطلع الفوق، طلعت زعما ما خلاونيش نشوف بابا. ومشيت زعما بقى فيا الحال، بقيت نبكي نبكي نبكي. وتا قالوا لي علاش وعلاش زعما ما خلاونيش. صافي ديك ساعات سكت وصافي. ودابا خويا انا اللي بقى فيا الحال هو خويا، دابا ما يقدش يجي باش يحضر للكنازة، هو اللي بقى فيا دابا. دابا راه بغيت انا كنقول لك بغيت هو اللي حضر لي، هو اللي خاصني دابا في ال 11 عام، هو اللي خاصني دابا 11 عام. راه صغير 11 عام، راه 11 عام كنطلب من سيدنا وراه خلاه مولا. كنشكرو بزاف بزاف بزاف، الله يخليه لينا. كنشكر سيدنا قام بكل شيء كبيره وصغيره.